مسلسل جومان الحلقة 23 توه الحلقة للنهاية. ملخص الأحداث: عبد الله بيحاول إن هو يهدي الموقف بين جومان وهشام، لكن جومان بتصر على الطلاق وبتطلب إن هو يطلقها لأنها مش قادرة تعيش معاه. شهد بتلوم عبير إنها اتكلمت مع جومان وسببت مشاكل بينها وبين هشام، لكن عبير بتقول لشهد إن هي اللي زرعتها علشان توقع بهشام وتسبب مشاكل كبيرة بينه وبين مراته، وتحاول شهد إنها تنتقم في هشام من أبوها. لكن دلوقتي شهد قالت لها كذا مرة ابعدي عنه، لكن عبير راحت اشتركت في النادي بتاع جومان عشان خاطر توقع بينها وبين هشام ويحصل مشاكل كبيرة. شهد بتطلب منها إنها تقدم استقالتها من الشركة وإنها مش عايزاها خلاص وكفاية كده. أما جومان فبتعيط وبتفتكر لحظات السعادة مع هشام، وبتبقى صعبان عليها جدا طلبها للطلاق ده، لكنها مفيش حل غير كده لأنها بتعاني جدا منه ومن تصرفاته. فواز بيرفض قرار جومان إن هي تتطلق ويقول لها ما فيش حاجة اسمها طلاق عندنا، بس أنا هنتقم بطريقتي من هشام بسبب تصرفاته معاكي. أما عبير بتستقيل من الشركة. جومان بتروح هي وعزيز ابنها لبيت أبوها. أما هشام فبيحس إن هو غلط في حق جومان وبيروح علشان خاطر يعتذر لها في بيت أبوها. أبوها هيطلب منه إن هو ما يعملهاش أي مشاكل بعد كده ولا يسبب لها أي إيذاء، وهو ممكن يرجعها معاه بس بالشرط ده إنه يحافظ عليها، وبيوافق هشام. وبتخلص الحلقة على كده، وده كان ملخص الحلقة 23. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. هتلاقوا الحلقات كاملة عندي بكل الملخصات بتاعتها. أشوفكم على خير وأقول لكم باي باي، واستنوا باقي حلقات المسلسل. باي باي.